وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ. دكتور محمد، بعد التحية، جهود مستمرة ومتابعة لحظة بلحظة لاستعدادات استضافة مصر لقمة كوب 27، كيف ترى ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. نتكلم عن حدث عالمي مهم، وهو استضافة مصر لمؤتمر الأطراف 27 لتغير المناخ في شرم الشيخ أواخر هذا العام. هذا الحدث هو حدث مرتبط بقضية التغيرات المناخية، وهي القضية التي أثرت بشكل كبير جدا على كافة الدول، سواء كانت الدول المتقدمة أو الدول النامية، ولعل حتى المواطن البسيط يرى أن المناخ قد تغير بصورة متسارعة، وأن التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ على كافة مناحي الحياة، وخاصة الأنشطة المرتبطة بالمناخ مثل الأنشطة الزراعية، هي أكثر الأنشطة تأثرا بهذه القضية. مصر فازت باستضافة هذا المؤتمر ليس بمجرد فقط التقدم، ولكن كان لمصر ملف قوي تم التقدم به، حتى على مستوى الإجراءات التي قامت بها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، هي إجراءات تصب في المقام الأول للتخفيف من تداعيات تغير المناخ على كافة المستويات، سواء على مستوى إعادة تأهيل البنية التحتية في مصر، الطرق والمحاور، وحتى الطاقة نفسها. تعهدت مصر أن تكون الطاقة النظيفة في مصر بحلول 2030 حوالي 50%، ما يقارب 50% من طاقتها ستكون طاقة نظيفة منخفضة الانبعاثات، ودي نقطة مهمة قوي. بالإضافة لذلك، أن كل المشروعات الممولة من الخزانة العامة ستكون بحلول 2030 100% من هذه المشروعات هي مشروعات خضراء. كلمة خضراء تعني أنها قليلة الانبعاثات أو عديمة الانبعاثات. نعم. حتى في ظل أن مصر لا تساهم في غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي، مصر لا تساهم بأكثر من 0.5%، في حين أن الصين تساهم ب 28%، الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والهند يساهموا ب 10% لكل منهم. بالتالي مصر تقدم نموذج فريد في أنها دولة نامية لا تساهم في غازات الاحتباس الحراري، ورغم ذلك إجراءاتها على الأرض، وهي إجراءات مكلفة بالمناسبة طبعا. يعني عندما تقوم مصر بإنشاء محطة لمعالجة المياه بحثا عن مصدر بديل للمياه، تكلفت المليارات، وهذا الإجراء هو إجراء موجه في المقام الأول لأن تغير المناخ سينتج عنه ضغط على موارد المياه، فمصر تقوم بإجراءات استباقية. لذلك ولأسباب كثيرة تم اختيار مصر لتمثيل قارة أفريقيا، مع أنها ستمثل العالم كله، الدولة المستضيفة تمثل كل العالم وليست فقط القارة التي تمثلها في الاختيار. طيب دكتور محمد، في رأيك ما هي الإضافة التي ستحظى بها مصر باستضافة قمة عالمية للمناخ بهذا الحجم؟ الإضافة الأولى من الناحية الشكلية، من الناحية السياسية، أن هذا المؤتمر مؤتمر ضخم يشارك فيه أكثر من 190 دولة، معظم هذه الدول تكون المشاركة على مستوى الرؤساء، فده يعتبر أكبر حدث يساهم فيه رؤساء الدول. ده البند الأول. البند الثاني، أن مصر دولة تدافع عن مصالح الدول النامية. في معظم الأحيان الدول التي تستضيف مؤتمرات الأطراف هي دول في الغالب متقدمة، بالتالي تدافع عن مصالح الدول المتقدمة، لأن الدول المتقدمة هي السبب في ظهور ظاهرة تغير المناخ بسبب مساهمتها في غازات الاحتباس الحراري. فستكون مصر في هذه الحالة مدافع قوي عن مصالح أفريقيا بالتحديد ومصالح الدول النامية بصفة عامة، لأنها هي الدول المتأثرة بتغير المناخ ولا تؤثر فيه. نعم، إن شاء الله ننتظر مؤتمر ناجح. الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، شكرا جزيلا لك.